يا صباح الخير ياللي معانا. صباح الفل. صباح الخير. انا اول واحد جيت الشركه النهارده وما نمتش طول الليل. وحشتيني. بس يا حسن، الله، بقيت احب اسمع اسمي منك. صباح الياسمين، جمعتهم من الجنينه عشانك. الله، مالك؟ السرعة اللي انت ماشينا بيها يا حسن دي سرعة ناس فاقدين التحكم، مفيش فرامل، ودي دايما بتنتهي بحادثة يا بكارثة. يعني ايه؟ يعني خايفة اخسرك واخسر عيالي واخسر حياتي الرتيبة المملة اللي انا متعودة عليها. خايفة اخسر كل حاجة. لازم تديني وقت وبلاش تبقى ضاغطني كده. أصلا أنا لا أؤمن لا بالزمن ولا المسافة. يعني إيه؟ يعني تشوفوا قدامك ناس كتير بيتعرفوا على بعض، يقعدوا مع بعض سنة واتنين وبعدين يتجوزوا ويقضوا 10 سنين مع بعض ويتطلقوا. تيجي تسألي اتطلقتوا ليه؟ يقولك أصل اكتشفت إني معرفهاش، أصل اكتشفت إني معرفهوش. مش بتشوفي ناس كده؟ أكيد. يبقى الزمن مش مقياس بالنسبة لي، هو مش موجود ولا المسافة كمان. ما في كتير ناس عايشين مع بعض في بيت واحد وفي أوضة واحدة، يعني ما فيش أقرب من كده، وهم من جواهم بعيد عن بعض، بينهم مسافات. طب وانت بتؤمن بإيه؟ بإحساسي. ظروفنا اللي شبه بعض وترتيبات ربنا. مشكلة إن كلامك مقنع. بصي، احنا هنحاول، نجحنا هنتجوز، فشلنا هنتجوز. سخيف. مصطفى عنده تدريب النهارده وبنتك برضه، هتجيب اخواتها معاها وانا هعمل كده ونخليهم يتعرفوا على بعض. هنتقابل صدفه يعني؟ لا، هنقول لهم طبعا. هقول لهم ايه؟ تقولي لهم يا بنات احنا رايحين نقابل انكل حسن زميلي في الشغل وعيلته، وانا هقول لاولادي كده. وبعد ما نتقابل؟ يتقابلوا يا نادية، يعرفوا بعض، يتعرفوا على بعض، علشان لما نيجي نفتحهم في الموضوع ما يبقوش متفاجئين. وانت مش هتتكلم في حاجه؟ لا طبعا، مش هقول لهم، مش وقت خالص. ممكن اقوم العب معاه؟ ماشي، بس هو مش ممنوع لعب الكرة هنا؟ سيبهم ينبسطوا، يبقى مرات. علي، انت عارف انا لو ما كنتش دخلت هندسة كنت هدخل صيدلة. ده شرف ليا يا طنط. علي صيدلة شاطر جدا، وبس طموحه مخليه مستعجل حبتين. الطموح مش عيب على فكرة. شفت؟ انا بقول له كده يا طنط. عنده حق يا حسن. هو ايه علاقة هندسة بصيدلة؟ معلش، يعني دي علم رياضة ودي علم علوم، ايه علاقتهم ببعض؟ والله حضرتك كنت عايزه تخش اي كليه قمه خلاص. عندك حق، احنا كنا غلابه قوي زمان. اهلك هم اللي كانوا بيقرروا لك انت تدخل ايه، خصوصا لو جايب مجموع كبير في الثانويه العامه. انا اهلي بالنسبه لهم ما كانش فيه غير طب وهندسه وصيدله، فانا ما كنتش بفكر غير في كده، وفي الاخر كلامهم طلع صح. لا طبعا مش صح، مش لازم كل الناس يبقوا دكاتره ومهندسين وبياعين ادويه. نعم، بياعين ادويه. في كليات كتير قوي مهمة زي طب وهندسة بالظبط. وانت عايزة تدخلي كلية ايه يا ليلى؟ حضرتك مهتمة تعرف ليه؟ ليلى! ماما سيبيني اكمل كلامي لو سمحتي. من فضلك، انا عاوز اسمع. اتفضلي. انا هدخل الكلية اللي على هوا ماما، مش اللي انا عايزاها يا انكل. انت عايزة تدرسي ايه؟ كاستوم ديزاين. رد عليها. كويس. حلوة شغلانة الترزي دي. مش محتاجة تخش لها كلية صح؟ ما هم الجهلة كلهم بيقولوا كده، بس ده علم بجد. عشان كده بيدرسوا. انا شايف انه معلش ثانيه واحده لو سمحتي، اعتذري له. اعتذره ليه؟ انا بقول وجهه نظري. لا لا ولا يهم حضرتك، انا مش محتاجه اي اعتذار، يعني انت زي اختي الصغيره، هاخد على كلام عيله برضو يعني. انا مش عيله. ما هم العيال ما بيشوفوش برضو انهم عيال. طاهر، هو انت بتستفزها ليه؟ هند، لو انا عيله يبقى انت تافه. ليلى، والله يا ماما ما هي عندها حق. بعدين انا مش فاهمه، هو انت قاعد باصص لي كده ليه؟ بتصورني مثلا؟ لا انت فاهمه، هو انت بتكدبي ليه؟ مراد، مش ذنبي بقى اللي انت قاعد ما بتشوفش.
هند انت ما شفتيش تربيه بقى. لو انا ما شفتهاش هي ما عدتش عليك ولا انت ولا اخواتك. مراد سيبيني، مالكش دعوه بالاشكال دي. بس بقى ما صحش كده. في ايه اللي في القلم دي؟ نيلي مصطفى اتفرج استاذ. بس يا بابا بس مفيش راجل يضرب بنت. مش لما يبقوا بنات اصلا. انت قليل ادب. كتمي بقى احسن لك. انت بتكلمها كده ازاي اساسا؟ هو مش قال لك كتمي؟ يا ابني عيب كده. لا اتكلم معاك. انت يا بنت على قلبك يا بنت. والله العظيم انا مش عارف واحده. تاني لا انا جبتكم المطبخ هنا عشان ده المكان الوحيد اللي ابوكم مش هيشك فيه ان احنا بنقعد فيه. اقعدوا. ايه اللي بتعمله ده؟ لزوم سسبنس. بصوا بقى يا شباب، المرحلة اللي داخلين عليها دي اسمها اعصر على نفسك ليمون، ودي هتبتدي النهارده وهتنتهي بعد الفرح مباشرة. أمكم اتقرت فتحتها يا بنات واحنا هنقرا الفتحة. هما دلوقتي قاعدين بيرتبوا هيعملوا ايه. المرحلة دي اسمها ريح الزبون. المرحلة دي خلاص ابتدت. عندنا 3 كلمات بس ممكن نقولهم في المرحلة دي. كلمة حاضر ونعم وطيب. كلمة لأ مش معانا خالص في المرحلة دي. دي هتخلص امتى بقى؟ بعد الفرح. قصدك ان احنا نبتدي بعد الفرح على طول؟ يعني افهم من كلامك ان احنا مش هنعمل اي مشاكل دلوقتي؟ خالص بالعكس، ده احنا لو في مشكلة هنساعد في حلها. خلي بالكم ان ماما هتبقى فاكرة ان احنا كلنا قافشين. لا بعد اللي قلناه بره ده استحالة. بالعكس انا مع هند. ماما زمانها دلوقتي قاعدة حاطة ايديها على قلبها. خلي بالكم احنا اللي رايحين لهم مش هم اللي جايين لنا. بالظبط، وده معناه ان الرزاله منهم هتبدا من بدري. لازم نثبت لابوكوا ان كل الكلام اللي قلناه له كان حقيقي. بس انا كل الكلام اللي قلته له كان حقيقي، انا ما كدبتش عليه في حاجه. مين بس قال ان احنا بنكذب؟ اللي بنعمله ده لمصلحته هو قبل مصلحتنا. بالظبط. دورنا في المرحله دي ان انكل حسن والاربع غربان اللي معاه. مرحلة عصر الليمون دي هتشمل كل ما هو أدب وشياكة وجمال وريق حلو مع نادية، وطبعا البوم الأربعة. يشوفونك بلسم. عارفين يعني إيه بلسم؟ يعني يتحط على الجرح يطيب. لازم نصعب على ماما. مهما استفزونا مهما عملوا فينا إحنا هنستقبل كل ده بشياكة وهدوء. احنا غلابة اصلنا، عشان ابوه لازم يعرف ان احنا معاه وفي ظهره في كل حاجة، عشان لما يجي يطلق ان شاء الله نبقى احنا برضو اللي معاه وفي ظهره. مالك؟ قاعدة براجع نفسي بصراحة. يعني الست برضو قالت خلاص واعتبروا الموضوع ده ما حصلش. وانتي خدتي بالكلام ده يا سكر؟ حبيبتي امك كانت هتورينا الويل. عندها حق، وانتيش ضمنك الموضوع ده ما يتكررش تاني مادام هي فتحت قلبها مرة. كانت هتسيب الباب موارب، حتى لو نقلته او بعدت عنه كانوا ممكن يرجعوا لبعض في اي لحظه. مش بعيد اصلا كانوا يتجوزوا من ورانا ولا يتجوزوا عرفي. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت هبله انت كمان. انا بقولك الحقيقه. ايه المطلوب؟ المطلوب زي ما انا قلت، بدايه الشغل الحقيقي هيبقى بعد الفرح. نسيبه يوم وبسط. الله يفيك الخير يا ابني. عيب يا ابني، زي ابويا برضو. انتوا فاكرين ابوكم مش عارف الكلام ده؟ بس عملنا كلنا. واسمع للاخر. مش هيعرف. عمرها ما هتيجي في دماغه. عارفين ازاي ده هيحصل؟ لو عدينا مرحلة عصر الليمون مظبوط تيبيكال، هو هيبقى فاكر ان احنا مش هنبقى معاه وهنعمل له مشاكل. بس لو حصل العكس، جون على ارضك يا معلم. احنا بنعمل كل ده عشان بفضل الله ما يرجعش يفكر في الموضوع ده تاني. ها؟ متفقين؟ الباب الموارب لازم يتقفل واحنا اللي هنقفله. فاهمه يا نيلي؟ انا هضرب لكم الولد ده كل ما اشوفه. انتي عبيطة؟ اوعي تعملي كده، انتي كده هتبوظي لنا كل اللي هنعمله. خلاص هلعب معاه من غير مد ايد. ها؟ مش انتي تحبي الكورة برضو؟ انت هتبقي المهاجم بتاعنا في المرحلة التانية. وانا فين الليمون ده كله بقى؟ انت معانا في كل اللي هنعمله، بس أهم حاجة السرية التامة. أبوك لو عرف حاجة أيامك معانا هتبقى زي الزفت، الموضوع ما فيهوش تهريج. ديشا، أنت لو فتحت بقك أنت اللي هتخسر. مصطفى احنا ما بنهرجش. ماشي بس أنا عايز أعمل معاكوا حاجة. انت هتعمل زي ما احنا هنعمل بالظبط. البومه الصغيره دي مهما ضايقتك ولا ضربتك ما تتكلمش خالص. وانت ليك دور ودور كبير كمان، بس مش دلوقتي، في المرحله الثانيه. ولحد ما المرحله الثانيه دي تيجي احنا اجتماعاتنا هتفضل هنا في المطبخ. تمام؟ وللعلم المرحله الثانيه اسمها وداعا
يا حبيب العمر. نقرا الفاتحة. سموا المرحلة التانية انتي طالق. حلو ده، على بركة الله يا شباب. المرحلة التانية انتي طالق. بالنيابة عن مصطفى وطاهر ومراد، حابب اعتذر لكم عن اللي حصل مننا، بس اعذرونا احنا اتفاجئنا. اعتبرونا اخواتكم بالظبط، ان شاء الله هتقضوا معانا ايام حلوه قوي. واحنا كمان مبسوطين قوي ان احنا كسبنا اخوات ليه. طم، هو حضرتك بتعملي اكل حلو؟ احنا كمان عايزين نعتذر لكم على اللي حصل. احنا كمان برضو كنا متفاجئين. طول عمرنا بنحلم ان يكون عندنا اخ ولد، فنتمنى ان انت تكونوا على قد احلامنا. لا اطمني، هتشوفي بنفسك. احلى حاجه اني اقدر العب كوره. مفيش لعبه كوره للبنات. عادي. الحقيقه انتوا باللي قلتوه ده اختصرتوا عليا كلام كتير عايز اقوله. انا عارف انه في تصور عند كل واحد فيكم انه انا وناديه حبينا بعض وقررنا نتجوز علشاننا. ده جزء من الحقيقه، بس الجزء الاكبر والاهم ان القرار ده كان علشانكم انتوا. كلنا أمل نبني أسرة فيها أب وأم وأخوات بيحبوا بعض، بيخافوا على بعض، مهما كان اختلاف وجهة نظرهم أو نظرتهم للحياة هيفضلوا بيكملوا بعض. وأنا هبقى أبوكم كلكم، وخصوصا البنات هحطهم في عناية، وأرجو أبقى أدي القول. عايزة تقولي حاجة قبل ما نبدأ الاجتماع؟ هو إحنا لسه ما بدأناش؟ بس عشان نعرف ان مش لوحدك اللي بتعملي اجتماعات يعني. بصوا انا موافقه حسن في كل اللي هو قاله. احنا كلنا لازم نستوعب بعض، انا عارفه ان كل واحد فينا كان ليه حياته الخاصه بيه. انا وحسن كمان كان لينا حياتنا الخاصه بينا. ففي الاول هنضطر نستحمل بعض شويه. مش هقدر اعوض حب مامتكم، بس انا هحبكم زي ما بحب بناتي بالظبط. وعارفه ان حسن هيعمل معاكم كده يا بنات. كل اللي بطلبه ان احنا نحاول على قد ما نقدر عشان الحياه بتاعتنا تستمر. طيب، في بقى شويه قواعد واجراءات جديده لازم كلنا نعرفها، منها مثلا ان في اوض هتتغير مكانها وحاجات زي كده. بعيدا بقى عن القواعد والحاجات اللي هتتكسر والحاجات دي، انت هتعملوا فرح ولا لا؟ لا طبعا. لا مفيش فرح. خليني في حضن قلبك.
خليني خليني جنبك، خليني في حضن قلبك، خليني وسيبني أحلم، سيبني وسيبني أحلم، سيبني وسيبني أحلم، سيبني وسيبني أحلم. بابا الولاد فاجئوني، لقيتهم عاملين لنا عصير برتقال. ايه الجمال ده؟ اتفضل يا حبيبي. حبيبي تسلم ايدك. انا ثانيه بس هطلع اجيب الموبايل وانزل اكمل على طول. وانا جاي معاك. صباح الخير. صباح الفل. جامعة فين؟ فوق. خليك قاعد هنا على الموبايل، لو في حاجة كلمني. ماشي يلا. معلش بقى، أنا نمت امبارح قبليها. ولا يهمك، المهم إن الصبح بوشك الحلو ده. وحشتيني. مش وقته خالص يا بابا، مش وقته. صباح الخير. صباح الخير يا روحي. نمت كويس؟ يا أنكل. اخواتك لسه نايمين؟ لا صحيح. طب كويس، اعمل بقى افطار لينا كلنا عشان اجي اقول لك الفطار جاهز يا مدام. هو ده عصير برتقال؟ ايوه. مراد نازل هيكمل. لا يا حبيبتي اتفضلي. لا يا انكل انا هستنى مراد. لا انا ما شربتش منها، استنى انا مراد. اتفضلي. شكرا يا انكل. الف عام. خد بقى اشرب معايا عشان تجري وراي. اكتر من كده. يا نهار اسود. حلو قوي. حلو قوي فعلا. كده اني فيه الثمالة. والله يا مراد ده جميل. خلاص انا هتعامل. متقلقوش يعني. بتحكي لي ايه ماما؟ قولي فار. فار هات حاجه نرشها. رشي ايه ماما؟ رشي قوي. فار رشي ميه. خلاص فضل رشي. انا هتعامل يا بلا. ما تخافوش. اتفضل. هم فين؟ الاول. اوكي تمام. انا هتعامل. انت تمام. انت روح نادي فلان عشان نمسك اخواتك ونخلص الموضوع. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ادعي لي.
انت بتخاف من الفيران؟ لا. طب ادخل. هو في ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ معرفش بس اكيد حاجه مش مظبوطه. انت كنتي فين؟ كنت في الحمام مش قادره. اه بطني. وقلت له طب عيان بركه ولا لسه؟ عريس زمانه في الحمام دلوقتي. عملتوا ايه؟ هحكي لك لما نتقابل. هتروح لي يوسف؟ اه ايوه. طاهر طاهر في ايه؟ اقفلي يا ندى ثانيه. في ايه يا ابني؟ الحق اللي حصل. ايه ده؟ على فكره مش عايز كنت لها بنات اش انت لوش. انا عملت كل حاجه وخلصت الموضوع. عملت ايه؟ لا انا قبضت على كلهم فراق كلها كلها. سايو سايو مش قادره. مش هلا هموت يا ماما مش قادره. سلامتك. انا فاكره البرتقال ده في حاجه. اجيب لك دواء. من ساعه ما شربته انا مش مظبوطه خالص. ايه ده وانا؟ صباح الخير. صباح الخير. انت اتاخرت كنت فين؟ هو في ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ مش عارف. ايه ده؟ تفتكر الليلة هتكون عندها ايه؟ معرفش. ايه ده؟ خالص. اوكي. عايزاكم. ما تقلقوش يا بنات عادي خلاص الموضوع خلص ولو في حاجه انا موجود. مش كده يا حسن. امال ازاي؟ عندي اوردرات بس معيش بضاعه خالص والله ولا تيشرت. الراجل اللي كنت بتعامل معاه غلى عليا جدا بحاول اظبط مع حد تاني. خلاص والله لو ظبطت حاجه الغيك يعني. ماشي حبيبي. كان درس ايه النهارده؟ فيزيكس. شاطره بقى؟ اه طبعا شاطره. اخواتك شاطرين برضه من ايام الكاوتش. كاوتش ايه؟ انا مش فاهم حاجه. متحوريش. ودورة العفريت برضه انت السبب فيها. انا مش هرد على فكره. مين قالك انك عايزك ترد يا حبيبتي؟ ردي على مامتك بتعرف. وانت بتقول لماما هبقى انا كمان بقول لباباك على الفران والعصير. اثبتي. واثبت انت كمان. وماله؟ كان انتوا عيال صغيره لا واغبيه. ما كانش في درس فيزيكس ولا حاجه. دخلت السنتر وطلعت ركبت عربيه مع واحد ومشيت. بس انا مش هقول لمامتك ده عشان انا ما يخصنيش. قال يا حسين تبعدي عني انا واخواتي. هيخش ازاي والاكرة من ناحيتنا يا بنتي؟ يمكن بيتهيألك. لا يا انكل مش بيتهيألي يا ماما. والنبي بقى مشينا من هنا. يعني المفتاح معانا هيفتح ازاي؟ وبعدين هو مراته هيعمل كده ليه اصلا؟ ماما انا مش بكذب والله العظيم. دخل عليا الاوضه ولما صرخت طلع يجري. البنت ما بتكدبش. ترجمة
قوم ما تعملش نايم. بابا ما هو نايم قدامك اهو. انت بتغطي عليه. اغطي عليه في ايه؟ في ايه يا بابا؟ انت ليه نزلت لها ودخلت عليها الاوضه؟ نزلت لمين؟ انت هتستهبل ليلى. يا بابا مراد ما اتحركش من على السرير. انت تسكت خالص. انا صاحي والله ما نمتش. ما اتحركش من على السرير. سيبه يا طاهر. كمل يا بابا. كدبني. هو فاضل ايه تاني انت ما عملتوش؟ مش تضربتني وهنتني؟ كمل. ورحمة امي مقام من على السرير يا بابا. بس الباب تحت مفتوح. هي اللي فتحته. وهي هتعمل كده ليه؟ بابا البنت دي شر ودماغها سم. توصل للدرجة دي؟ واكتر من كده كمان. عشان هي اتفضحت قدامي. فاهمك كل حاجة. ماما انا عايزة ارجع البيت. انا مش هقدر اقعد هنا كمان دقيقة واحدة. هو انتي ساكتة ليه؟ هو انتي تستني ايه يحصل لنا تاني اكتر من اللي حصل؟ مين الولد الشمال اللي مراد قال عليه ده؟ تصدقي كلام السافل ده؟ ده خالد ابن صاحب السنتر. وعلى فكرة ولد محترم جدا. وانتي عرفتي منين ان هو محترم جدا؟ وعرفتي منين ان هو ابن صاحب السنتر؟ انا بروح السنتر كل يوم على فكرة. وهو اللي ماسك السنتر. بيقعدني قدام انا وصاحباتي عشان اخلص من غلاسة الولاد اللي ورا. وبيشيل لنا الملازم قبل ما تخلص. وعلى فكرة هو ما بيعملش معايا كده لوحدي، بيعمل كده مع كل البنات. ومش عشاني، عشان سمعة السنتر. ومراد يعرفه منين؟ يوم ما وصلني وشافني واقفة معاه بعد الحصة. وما كنتش لوحدي على فكرة. أول ما ركبت مع العربية هددني إن هو هيقول لماما على كل حاجة. وراني الفيديو اللي متصور من كاميرا مراقبة بيت صاحبته اللي هو مش قايل لهم إن هو مصاحبها. فيديو إيه؟ أنت عارفة ده كله إزاي أصلاً؟ الفيديو اللي أنتي وأروى كنتوا بتفضوا فيه الكاوتش بره. لما عرفت إن الفيديو ده متصور من كاميرا الفيلا اللي جنبهم صاحبت على البنت دي وأخدت رقمها. وعرفت إن هي اللي مسجلها محسن. كنت محتاجة أعرف ليه يعني هو عامل كده وليه مخبي. كنت كمان عايزة أعرف إيه سبب الخناقات اللي بين باباها وبين أنكل حسن. فسألت مصطفى وقال لي عشان كده فضحته قدام إخواته. هو أنا لو على راسي بطحة ولا مخبية أي حاجة ولا هو ماسك عليا حاجة كنت هعمل كده؟ ساكتة ليه يا ماما؟ ده لعب عيال في عيال. لعب عيال مش لعب عيال. أنا مش هقعد هنا دقيقة واحدة تاني. لو أي حد فيكم كان حصل له اللي حصل ما كنتش هتسكتوا. عندي اوردرات بس معيش بضاعة خالص. والله ولا تيشرت. الراجل اللي كنت بتعامل معاه خلى عليا جدا بحاول اظبط مع حد تاني. خلاص والله لو ظبطت حاجة ألغيك يعني. ماشي. حبيبي. الله. كان درس إيه النهاردة؟ فيزيكس. شاطرة بقى؟ أه طبعاً شاطرة. إخواتك شاطرين برضه من أيام الكاوتش. كاوتش ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. حواريش. وبودرة العفريت برضه انت السبب فيها. انا مش هرد على فكره. مين قالك انك عايزك تردي يا حبيبتي؟ ردي على مامتك بتعرف. وانت بتقول لماما هبقى انا كمان بقول لباباك. على الفرن والعصير. اثبتي. واثبت انت كمان. ماله؟ مشكلة إن أنتوا عيال صغيرة. لا وأغبية. ما كانش في درس فيزيكس ولا حاجة. دخلت السنتر وطلعت ركبت عربية مع واحد ومشيت. بس أنا مش هقول لمامتك ده عشان أنا ما يخصنيش. قال يا حسين تبعدي عني انا واخواتي. ولادك حاسه انك احسن دلوقتي؟ احسن اه الحمد لله. حسن مش طبيعي. البرتقال ده مرشوش حاجه. ممكن على فكره. ممكن. اكيد كان محطوط في حاجه. اه انت عامله ايه يا ليلى؟ بقيت كويسه؟ تليش تبقى احسن ان شاء الله حبيبي ان شاء الله. علي قال لي القرصين دول هيظبطوا الموضوع خلاص. وهو اللي قال لي اشربكوا قهوه. شوف بقى فايده ان يكون عندك صيدلي في البيت برضه. لا بس انا افهم ان البرتقال ده لو مرشوش حاجه يجي لنا اسهال. بس اللي حصل ده مش طبيعي. في حاجه. والله علي بيقول ان في حالات كتير كده راحت له الصيدليه.
ما اصل لا علي ده يعني صيدلي اصل حكيم يعني ممكن تبقى مرشوشه يعني مش عارف. بابا انا جعان ولسه ما فطرتش. حبيبي بص بعد كده لما تكون جعان ابقى تعالى قول لي انا، لولا اللي حصل كان زماننا فطرنا يا حبيبي. لا خلاص ارتاح انت انا هقوم اعمل. انا بقيت كويسه، انا بقيت كويسه خلاص. طيب انا طالع بقى اغير وانزل. محتاج العربيه النهارده يا بابا؟ لا مش محتاجها النهارده. انا كمان هطلع اغير. ايه ده انت رايح فين؟ انا ندى هتعدي عليا هنخرج. انا نازل اقعد مع اصحابي شويه. طب يعني شوفوا كده لو اخواتكم يعني عندهم مشاوير كده ووصلهم في سكتكم. انتوا كنتوا فين؟ كنا فوق بس نزلنا من السلم التاني. عاملين ايه دلوقتي؟ احسن. حلوين حلوين. وليلى هتبقى كويسه. اوكي؟ حبيبتي. اي مشاوير لاخواتك يعني ايه في سكتك خدهم معاك. طبعا لا عايز يروح اي حته يقول لي وانا هوصله. انا قاعده النهارده. وانا كمان. وانا عندي سنتر بس بعد الظهر. طب خلاص. تبقى تعدي بقى على ليلى تجيبها من السنتر. حاضر. لا 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 مفيش لزوم، انا هوصلك، انا هوصلك. لا 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 طالما ما راقوش حاجه. ده يعني وضع جديد ونظام جديد لازم هنمشي عليه. ها؟ وبعدين البنات ما يعرفوش المكان هنا. هنسيبهم لوحدهم ولا يا رجاله؟ ها؟ لا طبعا. ايوه. انا تحت امركم في اي وقت العربيه معايا. وانا كمان عربيتي، اي وقت عاوزينها ممكن تاخدوها. ناديه من فضلك انا موضوع العربيات ده بالذات انا ماشي بنظام فعايز احافظ عليه لو سمحت. انت مش قلت نظام جديد دلوقتي؟ سيبني براحتي من فضلك. العربية كلنا نشترك فيها، عربيتي يعني كلنا. اوكي يلا طب روحوا بسرعة كده ونزلوا عشان نفطر كلنا سوا. ممكن عندي؟ اتفضل. شكرا. عفو. شكرا. عفو. هاتي المية دي. ريقي ناشف قوي. واحنا على اخر الزمن نشتغل عندهم سواقين؟ دي بقت حاجه تقرف والله. هتهدى يا ام مراد، في ايه؟ مين اللي هيعاني؟ طب اي حاجه هتفضلي كده؟ يا ام مراد تعالى. تسلم ايديك يا طنط. بالهنا والشفا يا حبيبي. اقعد كل. ياض مالك في ايه؟ مفيش حاجه. انت استحميت؟ ايوه اكيد يا بابا، انا من امتى بنزل من غير ما اخد شاور؟ امال في ايه؟ مفيش حاجه. انا اسف على التاخير. انت بتعمل ايه كل ده؟ كنت بلبس. كل حبيبي. حاضر حالا. ياض مالك في ايه؟ مش عارف في ايه. افطر بقى من جد. في حاجة غريبة. مالك انت كمان؟ مش عارف. في ايه يا ولاد؟ عارف. بتضحكوا علي. هو انتوا عندكم حساسية من حاجة؟ لا لا انا بروح شاور تاني. فين في ايه؟ هروح انا كمان. قلة الأدب بتاعتكم انتوا الاتنين دي. بطلوا ضحك، بتضحكوا على ايه؟ الله. في حاجة مش طبيعية والله. في حاجة مش طبيعية. حاجة مش طبيعية ازاي يعني يا معلم؟ أنا متأكد إن أنا سبت هدومي قبل ما استحمى على السرير. البودرة دي. دي بودرة عفريت. دي بودرة عفريت. الجزم دول دخلوا الاوضه هنا واحنا مش موجودين. ده انا هزعلكوا زعل. هو انتوا ما فكرتوش تعملوا بول هنا في الجنينه؟ لا بابا رافض تماما. اشمعنى؟ هو بيحب الخضار اكتر.
وشايف ان حمام السباحه ده مصاريف وصيانه وشغلانه يعني. عارفه اللي يبص على البيت ده من بره يقول علينا بهوات، بس احنا مش كده خالص. احنا يا دوبك مرتب بابا مكفينا، شويه الفلوس اللي بتيجي من عوايد الارض. ثروه بابا هي البيت ده، بس طبعا عمره ما هيبيعه يعني. اي حاجه من بره غير. وانتي ايه؟ انا ايه؟ مش فاهمه. انتي من جواكي ايه؟ انا كل حاجه وعكسها. بصي انا ماليش خبره قوي في الكلام مع البنات يعني، بحكم خبرتي اللي هي ولا حاجه، بس انا حاسس ان انا عارفك كويس من جوه. عارفني مره واحده؟ وعارف ايه بقى؟ انت شبهي، بس انا عايز اعرفك اكتر. طيب بما اننا متجمعين خدتوا ايه بقى القرار؟ والله انا شايف ان ده كلام مهم عشان احنا خلاص جبنا اخرنا بجد يعني. جايبين اخرنا من ايه؟ هو مش احنا اخر مره قعدنا مع بعض اتفقنا ان احنا هنشوف حل يكون لطيف ما يضايقش مامتهم ولا يضايق بابانا ولا ايه؟ هو انتوا ساكتين ليه؟ بما ان انا الكبير اسمعوا رايي. اتفضل. انا شايف اننا ما نعملش حاجه. احنا ليه اصلا عايزينهم يسيبوا بعض؟ احنا اهو متعايشين مع الامر الواقع. في الاول ما حدش فينا كان حابب ولا حد كان طايق التاني، بس واحده واحده تعاملنا مع بعض. نيلي ومصطفى اكتر اتنين مبسوطين من اللي حاصل ده، فاحنا ليه نخلق مشاكل تخلينا نتفرق طالما هي مش موجوده؟ مين قال ان هي مش موجوده؟ بالظبط يا مراد، ابوك ما يستاهلش ان احنا نبقى السبب انه يرجع يعيش لوحده. هو مش هيعرف يعمل كده تاني. واعتقد يعني كلنا شايفين ان بابا ومامتكم قد ايه متغيرين للاحسن وهما مع بعض. الصراحه يعني مفيش مقارنه. يعني انا شايفه لو احنا نيجي على نفسنا ونستحمل بعض عشانهم فايه المشكله؟ انا مش فاهمه يعني انتم خلاص خدتوا القرار مطلوب مني ان انا اوافق؟ بس احنا ما اتفقناش على كده. طيب احنا هناخد بالاغلبيه. مين فيكم شايف ان احنا ندي لبابا وطنط ناديه فرصه هما اللي يقرروا عايزين يعيشوا مع بعض ولا لا؟ أنا معاك. وأنا إحنا أربعة وإنتوا اتنين، بس عشان ما تزعلوش إحنا ندي الوضع ده فرصة شهرين، عرفنا نكمل كان بها، ما عرفناش نتكلم ونبقى نشوف عايزين نعمل إيه. تمام يا علي. بحب الأغنية دي قوي. تعالوا نلعب لعبة. حد يغني أغنية ويقف على حرف، واللي بعده يختار أغنية تبتدي بحرف ده. حد فاهم حاجة؟ حلوة اللعبة دي. كنت بلعبها على طول أنا وطاهر ومراد. أنا مش هلعب. مش مهم، ابتدي أنت. أنا؟ طب ثانية طلع الجيتار بقى. ماشي بس أنا يا جماعة صوتي وحش ها؟ تتريقوش، بقول لكم الاول التروفينا. ماشي مين هيبدا؟ انا. طب هتغني معايا ها؟ ابدا انت بس. لا هغني معايا. ابتدي ماشي. بكلمه منك انت بتضحكي؟ اسكتي بقى يلا. بكلمه منك تنسيني اللي عدى اوان. ممكن اكمل انا؟ وقفيني في الحته اللي انت عاوزاها. ماشي ممكن.
كان في هواك من بدري فرق ايه عن صوتي كل ده فيه وانا بقلبك بقيت عايشه مع العايشين بكلم نفسي من الوحده بقالي سنين تغير سوا قوي هجيبها هجيبها ريح ريح مفيش حاجه بحرف الريح لقيت رغم السكات اللي ساكن كلامنا رعشة ايديك لحظة سلامنا رغم انهزامنا وانقسامنا هيفضل هوايا في عشقك يطوف لو بس قرب هتقدر تشوف كل مرة اخد لقربك خطاوي كم مرة صوتي يعلي الغناوي كل ما اجيلك مغامر وناوي الاقيني برجع لقبل الوصول واقول بس أجر بس سين سين يلا انت ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي وعمري في إيه؟ ما بحبش الأغنية دي الصراحة ولا أنا بتفكرني بطابور المدرسة الصبح يوم عيد الأم أسوأ يوم بيعدي عليا في السنة كان بابا بياخدنا محل الهدايا اللي جنبنا هنا عشان نجيب هدايا للمدرسات بتاعتنا نديها لهم تاني يوم الصبح في المدرسة نبقى واقفين في المحلات كل العيال اللي قدنا مع باباهم ومامتهم بيجيبوا هدايا للمدرسين واحنا واقفين محتاسين مع بابا مش عارفين نجيب ايه كل الناس ماشية بورد واحنا رايحين جايين رايحين جايين كمية الورد دي يا جت على الورد كل الأفلام اللي في القنوات وكل الأغاني اللي في الراديو تحسي كده انك محاصرة مفيش سنة بتعدي ومعيطش في اليوم ده بس للأسف بقى ست الحبايب مشيت وسابتنا كنا محتاجينها قوي يا جماعة في ايه؟ هتبقى دراما ولا ايه؟ مفيش حاجة مفيش حاجة أنا آسفة بجد يا طاهر ما كنتش أعرف هي طنط ماتت ازاي؟ وهي بتولد مصطفى ازاي؟ كما اتكلمش في الموضوع ده هو قضاء وقدر ولا غلط الدكتور غلط الدكتور ربنا ياخده كده مراد يزعل هو مش ده الدكتور جاركو بابا لينا و ابو محسن لا ده انت فعلا ما شفتيش تربيه بقى انت اللي قليل الادب ايه اللي بتقوليه ده لا اسكتي خالص هو ايه اللي اسكتي هو اللي قال ادبه الاول وبعدين انا بتكلم عادي بتتكلمي عادي برضه بتاعت السنتر وخالد الشمال ايه ده في ايه اطلعي على فوق يا ليلى هي مين لينا اللي بتتكلمي عليها دي معلش حبيبه مراد الكلام ده حقيقي وانت مالك اصلا حياه امك لزعلك احترم نفسك ورد عليا الكلام ده حقيقي انت مالك اصلا الكلام ده صح ولا لا بعدين بقى نتكلم يا طه وانت خليت فيها بعدين بتشتغلنا وتقول بعدين ازاي يعني يا مراد هو ايه ده اللي ازاي وانتوا مالكوا اساسا لا مالنا ونص ممكن تسكت دلوقتي والله العظيم لو افضحك على فكره كل اللي بيقولوا كده انت تعرف البيت دي من امتى بقول لك يا طاهر مالكش فيه تحب تشربي حاجه ممكن الحق يا بابا لو بيتخانق هقول هو مين ده اللي مالوش فيه لا مين ده اللي مالوش فيه يا مغير يا مغير بس لا لا بس انت الاثنين انت مغير يلا بس انتوا الاثنين يا ابني سيبه بس يا ابني سيبه في ايه بس 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 في ايه؟ فهمني في ايه؟ حد رد عليا الاستاذ بيشتغلنا الاخ مصاحب بنت سالم سالم مين؟ اللي موت امي بطل يا ابني افهم بقى الكلام ده صحيح؟ وايه المشكله يا بابا؟ طب اتفضل اطلع اوضتك وبعدين نتكلم انا مش هتكلم بعدين انا حر واعمل اللي انا عايزه اطلع اوضتك بنتك ماشيه مع الواد الشمال ابن صاحب السنتر انت مش متربي كذاب يا ماما تتخلصي خالص يلا
كل واحد على اوضته، يلا يلا كلكم اطلعوا. هيخش ازاي والاكرة من ناحيتنا يا بنتي؟ يمكن متهيألك. لا يا انكل مش متهيألي يا ماما، والنبي بقى مشينا من هنا. يعني المفتاح معانا، هيفتح ازاي؟ وبعدين هو مراد هيعمل كده ليه اصلا؟ ماما انا مش بكذب، والله العظيم دخل عليا الاوضه ولما صرخت طلع يجري. البنت ما بتكذبش. قوم قوم، ما تعملش نايم. بابا ما هو نايم قدامك اهو. انت بتغطي عليه. اغطي عليه في ايه؟ في ايه يا بابا؟ انت ليه نزلت لها ودخلت عليها الاوضه؟ نزلت منين؟ انت هتستقبل ليلى يا بابا؟ مراد ما اتحركش من على السرير. انت تسكت خالص. انا صاحي والله ما نمتش، ما اتحركش من على السرير. سيبه يا طاهر، كمل يا بابا. كدبني، هو فاضل ايه تاني انت ما عملتوش؟ مش تضربتني وهنتني؟ كمل. ورحمه امي ما قام من على السرير يا بابا. بس الدير تحت مفتوح. هي اللي فتحته. وهي تعمل كده ليه؟ بابا البنت دي شر ودماغها سم. توصل للدرجه دي؟ واكتر من كده كمان، عشان هي اتفضحت قدامي. هفهمك كل حاجه. ماما انا عايزه ارجع البيت، مش هقدر اقعد هنا كمان دقيقه واحده. هو انت ساكته ليه؟ هو انت تستني ايه يحصل لنا تاني اكتر من اللي حصل؟ مين الولد الشمال اللي مراد قال عليه ده؟ تصدقي كلام السافل ده؟ ده خالد ابن صاحب السنتر، على فكره ولد محترم جدا. وانت عرفتي منين ان هو محترم جدا؟ وعرفتي منين ان هو ابن صاحب السنتر؟ انا بروح السنتر كل يوم على فكره، وهو اللي ماسك السنتر، بيقعدني قدام انا وصاحباتي عشان نخلص من غلاسه الاولاد اللي ورا، وبيشيل لنا الملازم قبل ما تخلص. وعلى فكره هو ما بيعملش معايا كده لوحدي، بيعمل كده مع كل البنات، ومش عشاني، عشان سمعه السنتر. ومراد يعرفه منين؟ يوم ما وصلني وشافني واقفه مع بعض الحصه، وما كنتش لوحدي على فكره. اول ما ركبت مع العربيه هددني ان هو هيقول لماما على كل حاجه، وراني الفيديو اللي متصور من كاميرا مراقبه بيت صاحبته اللي هو مش قايل لهم ان هو مصاحبها. فيديو ايه؟ انت عارفه ده كله ازاي اصلا؟ الفيديو اللي انت واروى كنتوا بتفضوا فيه الكاوتش بره. لما عرفت ان الفيديو ده متصور من كاميرا الفيلا اللي جنبهم، صاحبت على البنت دي واخدت رقمها، وعرفت ان هي اللي مسجلها محسن. كنت محتاجه اعرف ليه يعني هو عامل كده وليه مخبي. كنت كمان عايزة أعرف إيه سبب الخناقات اللي بين باباها وبين أنكل حسن، فسألت مصطفى وقال لي عشان كده فضحته قدام إخواته. هو أنا لو على راسي بطحة ولا مخبية أي حاجة ولا هو ماسك عليا حاجة كنت هعمل كده؟ ساكتة ليه يا ماما؟ ده لعب عيال في عيال. لعب عيال مش لعب عيال، أنا مش هقعد هنا دقيقة واحدة تاني. لو أي حد فيكم كان حصل له اللي حصل ما كنتش هتسكتوا. عندي أوردرات بس معيش بضاعة خالص والله، ولا تيشرت. الراجل اللي كنت بتعامل معاه خلى عليا جدا، بحاول اظبط مع حد تاني. خلاص والله لو ظبطت حاجه هلغيك يعني. ماشي حبيبي. الله. كان درس ايه النهارده؟ فيزيكس. شاطره بقى؟ اه طبعا شاطره. اخواتك شاطرين برضه من ايام الكاوتش. كاوتش ايه؟ انا مش فاهم حاجه. حواريش. بودرة العفريت برضه انت السبب فيها. انا مش هرد على فكره. مين قالك انك عايزك ترد يا حبيبتي؟ ردي على مامتك بتعرف. وانت بتقول لماما هبقى انا كمان بقول لباباك على الفرن والعصير. اثبتي. واثبت انت كمان.
ماله؟ المشكلة إن أنتوا عيال صغيرة، لا وأغبية. ما كانش في درس فيزيكس ولا حاجة. دخلت السنتر وطلعت ركبت عربية مع واحد ومشيت. بس أنا مش هقول لمامتك ده عشان أنا ما يخصنيش. ولا يخصني تبعدي عني أنا وإخواتي. صباح الخير. اهلا. لا احنا مش هينفع نبتدي كلامنا كده. كلامي بالظبط. هو انت متحفزه ليه كده من قبل ما نتكلم حتى؟ ما تهدي كده وتقولي ديت. بتتكلم كويس. انا بتكلم كويس، اسمعي انت كويس. خلاص يا طاهر. هو ايه اللي خلاص؟ تتكلم باسلوب احسن من كده، دول ضيوف في بيتنا. احنا اصلا مش عايزين. ولا احنا. وهو ده بقى الموضوع اللي احنا عايزين نكلمكم فيه. محدش فينا عايز الموضوع ده، فعايزين نوصل بقى لحل وسط بدل ما نقعد نضايق بعض ونزعل بعض. حقنا للدماء يعني. حقنا للدماء؟ اما هو دكتور بقى وكده. عسل يا بنات عسل. كمل يا دكتور. انا هعتبر دي سخريه لطيفه. احنا عايزين نفكر في طريقه نطلق بيها امكم من ابونا، بما ان احنا مش طايقينكم. ولا احنا طايقينكم والله يا علي. ده انا كنت بقول عليكي عقله. انت اللي بدات. قولي براحتك. هو انت شايفه نفسك كده ليه يا بنت؟ بنت لما بدتك. يا طاهر طاهر يا جماعه مش عايزين الامور توصل لكده. بعد اذنكم احنا عايزين نفكر بشويش ازاي هنضرب مشط في الجوازه دي، بما ان لا انتوا طايقيننا ولا احنا طايقينكم، وطبعا انتوا مش هتدخلوا نيلي في الموضوع ولا احنا هندخل مصطفى. موافق. موافق على ايه بالظبط؟ طب يا جماعه انا موافق على اي حاجه علي وطاهر هيقولوها. انا لازم امشي عشان عندي ميعاد. واه ليلى كمان موافقه على اي حاجه علي وطاهر هيقولوها. مش عرفك؟ هي عارفه. وبعدين ما عندك ايه ما تساليها ولا ايه؟ ده ايه ده؟ مش دلوقتي. طيب تقدروا تقولوا اقتراحات لو عايزين. تمام انا هقول لك. احنا مثلا نتبلى عليكم اللي انتوا قرفنا في عيشتنا، فماما تاخدنا ونمشي. يا سلام. ونمشي العكس، احنا نتبلى عليكم فهو يبقى شايف انه ما ينفعش يكمل في الجوازه دي. اللي هيتصدق اكتر اللي احنا نتبلى عليكم. ليه بقى يتصدق اكتر؟ على اساس انكم اضعف وارق وكده؟ ده كده كده بعدين ده الطبيعي على فكره. فين الطبيعي دي؟ مش شايف الصراحه. ما تهدى بقى بدل ما ازعلك. لا انا ما بزعلش، انا بزعل بس. وريني. يا جماعه يا جماعه احنا عايزين نوصل لحلول متوازنه. بعد اذنكم يوم ولا يومين كده وهنعمل اجتماع نشوف ازاي هنطلع من الورطه اللي اهلنا ورطونا فيها دي. ينفع كده؟ ينفع. تمام يا جماعة، بس في أسرع وقت بقى عشان أنا خلاص مش طايقة. ومين طايقك؟ يا طاهر يا طاهر بعدين. وأنتِ أنتِ مش أختهم الكبيرة مالكيش كلمة عليهم ولا إيه؟ يا عم أخت كبيرة إيه وزفت إيه بس؟ زفت؟ أه زفت. أنت عبيط؟ أه عبيط. لا مش هينفع كده يا جماعة، أنا عندي شغل. يا ريت تقعدوا تفكروا وتشوفوا هنوصل لحلول إيه، تمام؟ ويا ريت نفكر إن إحنا كلنا مع بعض. عن إذنكم. طب إحنا هنفكر يا أخ طاهر ونبقى نبلغك. حلوة أخ طاهر دي. كبيرة فعلا. هو أنت إيه أكل كلام؟ ما تسكت بقى. واسكت ليه؟ خلاص ما تسكتش، أنا هعرف أسكتك. وريني. طالعة أوضتي. قلتلها أوي. أوضتك؟ أستغفر الله العظيم يا رب. ولا كنتوا بتحلموا بنص اللي أنت بتبطل استفزاز بقى يا ابني أنت. ما تقولي لأختك، دي قدس الاستفزاز كله. تعالي يا بنتي نطلع الأوضة تعبانة في دماغه. لا مش هنطلع، وهنفضل قاعدين براحتنا. انت كويس يا باشمهندس؟ اه كويس. في ايه حصل يعني عشان تسالني سؤال زي ده؟ ولا حاجه، انا بس بطمن عليك. هو ما قالش يعني حاجه يا باشمهندس عشان حضرتك تتنرفز عليه كده. هو انا اتنرفزت ولا اتعصبت؟ ما انا هاد اهو. انت شايف كده يعني؟ اه يوووو. لا ده بدري قوي على الكلام ده. اقطع دراعي من هنا ان ما كانتش هي اللي منكده عليه كده. ما شفتيش المفاتيح بتاعتي؟ مفاتيح ايه؟
مفاتيح البيت. بتدور عليها انت؟ انا مالي؟ وانت بتردي كده ليه؟ ما تردي عدل. على فكره انا برد عدل، انت ليه عندك نقص مش فاهم؟ والله انا عندي نقص مع الناس اللي ما عندهمش اصل زيك. حقير. بس هقول ايه؟ ما هي التربيه واضحه. والله انا اللي مربيني ده يبقى لا مؤاخذه جوز امك. فما تتكلميش على تربيته، ها؟ على الاقل ما سابكوش متمرمطين. اه صحيح، الراجل اللي جه امبارح ده عاقل قوي. فكر فيها صح. ما عرفش يعيش مع امك ولا مع امثالك انت واخواتك. انت ليه لأ انا متربيتش؟ انت عبيطه؟ ده انت نهارك اسود. وطي صوتك واتكلم بقى. انا صوتي عالي عشان بقول الحقيقه. لا عشان تسافر. انا عرفت ليه امك ما صدقت تتجوز ابويا. عشان تلاقي حد يلمكم. اخرس. ممكن تخرس؟ مش عايز اسمعك. شكلي جيت على الجرح ولا ايه؟ ها؟ انت فين يا علي؟ طيب خلاص انا داخل عليك اهو، خمس دقايق، خمس دقايق. هند قومي. هو بيحصل لك كده كتير؟ اه. ان شاء الله تبقى كويس، ان شاء الله تبقى كويس. هو سكر عالي ولا واطي؟ معرفش، ما قستوش. ما قستيهوش ليه يا عروة؟ حاتم والنبي بالراحة، والنبي فكرة انه يجي اصلا ويطلب طلب زي ده وانت تقعد معاه وتسمعه وتكون في صفه، لا وكمان تبين ده. انا مش فاهم انت اتدخلت في الموضوع ليه؟ انا بجد مستغرباك. مين اللي استغرب مين؟ ما انت شفتيه في الفرح وما قلتليش، انا اللي استغربك. بقول لك ليه؟ عشان جوزك والمفروض ما تخبيش عني حاجه. لما تبقى حاجه ليه ازعلك وعكنن عليك؟ مش كفايه هم عكنن عليا السنين دي كلها؟ حسن انا والبنات اتمرمطنا بسببه. وانت تيجي تجود وتقول لي خليهم يشوفوه ويقابلوه؟ عاوز بنات يمسكوني من ايدي اللي بتوجعني؟ انت عارف مين اكتر واحد هيتضرر من الموضوع ده؟ انت. لا انت. اوعى تفتكر ان انا عديت اللي حصل امبارح. بناتي واولادك واخديننا على قد عقلنا لحد ما يبعدونا عن بعض، وظهور يحيى هيكون كارت ضغط هيلعبوا بيه معايا عشان اسيبك. وانا عمري ما هسيبك مهما حصل. انا لو بناتي سابوني هسيبك يا حسن، فاهم ولا لا؟ دول اغلى حاجه في حياتي، عشان كده لازم اقفل باب يحيى. انا متلخبطه، كل حاجه ملخبطاني. مش عارفه انا خدت الخطوه الصح لما اتجوزتك ولا لا. تجريت بينا بسرعه. انا قلت لك الكلام ده وانت ما صدقتنيش. في وسط كل ده جاي تقول لي سيبيهم يتكلموا معاه؟ عاوزني اديله شقه السنين دي كلها بالساهل؟ ده ايه الظلم ده يا اخي؟ انا عاوزه اعرف ايه اللي حصل يخلي السكر بتاعك ينزل كده، وازاي ما تكلمنيش؟ طاهر اخدنا على المستشفى وعلي كان هلاك. وانتي لما كلمتك بعد الظهر وسالتك اخواتك كويسين ولا لا، ازاي تقولي لي ان هما كويسين؟ انا ما كنتش اعرف يا ماما، انا قاعده في اوضتي من الصبح، ولما عرفت وكلمت اروى طمنتني، كانوا خلاص راجعين في الطريق. خلاص يا ماما، يعني ما حصلش حاجه، الموضوع ما اخدش اكتر من ساعه. انتي كويسه؟ ايوه ماما. مش عارفه اقول لكم ايه يا اولاد، بجد شكرا. يا نادية يا نادية، حد بيشكر عياله؟ دول كلهم اخوات بعض وربنا يخليهم لبعض. سلامتك يا هند. لا سلامك يا عم. والله رغم صعوبة الموقف يا اولاد، بس هي المواقف الصعبة دي اللي بتخلي الواحد يعني يعرف معادن الناس. ربنا يخليكم لبعض وتفضلوا دايما كده سند لبعضكم. وايه الكلام الجد قوي ده؟ مش عارف. انا جعان، مين جعان معايا؟ يلا انا. هقوم اعمل الغدا، انت كويسة؟ بابا انا عايزك. طب خلاص بعد الغدا نتكلم. لا ما انا اصلا محتاجه اروح الصيدليه على طول. تعالي يا حبيبي، احنا هنتغدى كلنا سوا وبعدين نقعد نحكي انا وانت وارجع ينفع اللي ابنك عمله مع بنتي وانا اللي مأمنك عليهم؟ يا اخي ده انت اب وفاهم اكتر مني بكتير. ما هو علشان انا اب قلت لك تيجي.
ولما كنتش جيت كنت انا هروح لك. يا يحيى، ناديه بتكابر ومش عايزه تفهم. تفهم ايه؟ انت بتخوض في عرض واخلاق بنتي؟ ما عشان كده قلت لك تيجي انت يا يحيى، علشان ناديه بتستحملش كلمه على بناتها. سمعت كلمه طلاقها ما تهزتش، وما استحملتش كلمه واحده على ليلى. طب يا ستي نتاكد، يعني ندور ورا الموضوع، طلعين انا غلطان انا وابني. ولما فكرت قلت لازم حد يكون بيسمع، فمين يبقى انت؟ اسمع ايه يا حسن؟ ابني ما فتحش الباب على بنتك. بص انا عيالي ما هماش ملايكه وفيهم العبر، بس في الموضوع ده بالذات استحاله. استحاله ليه؟ مش شباب دول ولا ايه؟ عشان انا مربيهم وعارفهم ومصاحبهم. عيالي ممكن يعكوا في اي تصرف بس ما بيضروش حد. فانا ابني ما فتحش الباب على بنتك. وليلى هتكذب كذبه زي دي ليه؟ علشان الواد مراد شافها مع الواد اللي بتحبه ده، وعارف انه واد مش كويس، ومراد بيكذبش في الموضوع ده. وايه اللي مخليك متاكد قوي كده انه ما بيكذبش؟ يا سيدي بيكذب، نفترض انه بيكذب، تعالى نتاكد من الموضوع بنفسنا، حتى عشان ليلى. وهو عرف حكايه ليلى مع الواد ده منين؟ شافهم مع بعض، فحب قال ايه يعني يساومها علشان ما تقولش على موضوع البنت اللي مراد بيحبها. يساومها؟ بذمتك الكلام اللي بيقوله لك ده يخليك تصدقه؟ ابنك قليل الادب يا حسن. انا مش هدخل معاك في خناقه، بس استحاله ابني يتبلى على بنتي في موضوع زي ده. يعني ليلى هتكذب الكذبه دي كلها علشان قصه حب عايشاها؟ مراهقه يا يحيى وخافت من مامتها فبتكذب. الكلام ده كلام عيال ما يدخلش دماغي. مش ممكن ابدا توصل ان ليلى تتبلى على ابنك في حاجه زي دي يا حسن. انا مستغربك يا يحيى. شوف بقى ليه ادب اكلمك في الموضوع يا اخي، من باب الفضول حتى نتاكد من اللي حصل عشان خاطر ليلى. خلي بالك بنتك سابت البيت وجت قعدت عندك، اول ما مامتها قالت لها تروح سنتر تاني. انا لسه موصلها السنتر بنفسي. قالت لي ما ينفعش تنقل في مكان تاني عشان الامتحانات قربت. هو ده مربط الفرس. ايه يا مراد انت فين؟ هي وكالة ولا ايه؟ مين حضراتكم فيه ايه؟ الله ليلى انت جاي اخرس انا في ايه؟ طب ايه؟ لازم ايدك تكذبي عليا ليلى؟ تكذبي عليا؟ مش وقته، مش وقته يا مين الكلب اللي انت في بيتي؟ مش وقته يا يحيى. تعالي هنا يا حبيبي، المهم اطمنا عليها. خلاص يلا انت مين يا اخرس؟ ده اسمها ايه؟ بلا انزل ايه؟ يلا بينا، يلا بقى، يلا حبيبي، مش وقته يا يحيى، يلا بينا بقى. خليك يا نادية، أنا هفتح لهم. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. عاوزة تضيعي نادية. نادية نادية إيه اللي بتعمليه؟ نادية 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 فضلك عاوزة تضيعي نفسك وتضيعي سماعة إخواتك. نادية مش هينفع. ردي عليا يا نادية. بس اهدي، رحتي لبيت كم مرة؟ بيت ايه؟ رحتي انا البيت كم مرة؟ بيت مين؟ بيت خضرا. خش جوه، خد اختك وخش جوه. مش هتدخل جوه غير لما ترد عليا. بس يا نادية بقى. نادية كفاية، مش هينفع اللي انت بتعمليه ده. ما تدخلش اصلا. ما تدخلش ازاي يا نادية؟ جاي دلوقتي تتدخل؟ بس مالك؟ بس خلاص خلاص يا يحيى، البنت رجعت حضن مامتها، وانا متأكدة ان نادية هتهدى وهتعرف تلم الامور. مش وقته الخناق بينك وبين بعض. يلا يا يحيى من فضلك. يلا. عن إذنكم. ليه يا ليلى؟ ليه؟ انت عشان كده رحت البيت عند بابا؟ رد عليا، في حاجة حصلت بينكم؟ ردي. لما دخلنا السنتر وما لقيناهاش، مراد كلم واحد صاحبه وجاب منه عنوان شقه الولد. دخلنا لقيناهم في وضع عادي، ما فيش اي حاجه مش مظبوطه. الولد اتبهدل جدا مني انا ويحيى ومراد. هو كان ضربها على ايدها؟ ما هي راحت معاه في مزاجها. ليلى متلخبطه وعصابها تعبانه، فتروح مع واحد البيت مراهقه يا ناديه.
أنا مقدر قهرة القلب على الضنا، وأديك شفت بنفسك اللي حصل مع علي. بس ساعات يا نادية الوجع بيفتح عينينا على حاجات كتير ناقصة بيننا وبين عيالنا. أنا وأنت زي بعض في اللي عملناه، رغم إننا مختلفين. أنا صاحبت بزيادة وأنت شدتي بزيادة، أنا غلط وأنت غلط، ودينا أهو بتغير وابتديت أشد شوية مع العيال. أنت بس ناقص لك إنك تصاحبي، صاحبيهم يا نادي، صاحبيهم. أنا اللي أعرفه دلوقتي وأمنت بيه إن العيال دي ما عادش ينفع معاهم المنع، وبرضه ما ينفعش نسيب لهم الحبل كده، لكن ينفع نصاحبهم ونساعدهم يملوا دماغهم بحاجة تحميهم وتفيدهم. لكن السؤال الأهم من هي ليه راحت له البيت، هي إزاي تحب ولد زي ده أكبر منها ومش شبهها وما ينفعش يبقى فاتح أحلامها؟ ده السؤال لازم نلاقي له إجابة عشان ما يتكررش تاني. وأنا أعتقد إنه غياب الأب له دور في الحكاية دي. ليه كل اللي أهلهم متطلقين بيعملوا اللي هي عملته ده؟ نادية، نادية أنا هطلب منك طلب، ممكن ما توقفيش كتير عن اللي هي عملته، عديه عشانها وعشانك، واتكلمي معاها يا نادية، اتكلمي معاها، خليها تحكي عن كل حاجة، تحكي عن تفاصيلها اللي بتتكسف منها، عشان ما يجيش حد من بره يشوه لها التفاصيل دي. أروى وهند مختلفين، ليلى مش زيهم صدقيني. أنا أسفة يا حسن. لا تأسف على إيه؟ ليلى دي بنتي. بالفطرة كان لازم أصدق بنتي وأكدبك أنت ومراد، بس فطرتي طلعت غلط. ولا يهمك، كويس إن إحنا لحقنا ليلى وإننا جنب بعض. أنت راجل مفيش زيك يا حسن، يا ريتني كنت قابلتك من زمان، كانت هتفرق قوي. أنا آسفة على كل اللي خبطتها. لا 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 خالص خالص، أنت مش محتاجة تتأسفي، وأنا جنبك لو احتجت أي حاجة. أنا عمري ما هخسرك صديق مهما حصل. عن إذنك. أنا في الوضع الطبيعي كان زماني دفنتك هنا، بس بما إن ربنا اداكي فرصة وسطر عليكي وشايف إن فيكي أمل، فأنا كمان هعمل كده. بس أنا عاوز أفهم، أنا غلطت في إيه يوصلك لكده؟ أنا ربيتكوا والعالم بتاعنا صغير قوي، ازاي تشطحي كده؟ ايه اللي عملته غلط عشان ده يبقى ردك عليا؟ ما هو الغلط مش بيضر صاحبه بس يا ليلى، بيضر كل اللي حواليه. وانتي لو كسرتي أنا وأخواتك كمان هنتكسر. أنا عاوزة أفهم أنت جبتي الجرأة دي منين؟ ردي. مش عايزة أرد. ليه؟ عشان مش عايزة أعيش. عاوزة تموتي وتموتيني معاكي. محدش بيموت عشان حد. أنا الوحيدة اللي ممكن أموت علشانك، أنت فاهمة؟ مهما انا عملتي انا مستحيل اذيكي او اضرك. ليلى انتي حته مني، فاهمه؟ عمرك ما هتفهمي ده غير لما تعيشي. ما اعرفش جبت الجرأة دي، انت
ممكن من اول مره كدبت عليكي فيها. ماما انا هتاخر شويه في الدرس بس عشان المستر جه متاخر، وانا بس كنت عايزه اقعد مع صاحبتي شويه لا اكتر ولا اقل. كنت بعدت عادي وصدقتيها. لما بكون واقفة مع صاحبتي بيقعدوا يتكلموا مين مصاحبة ومين مش مصاحبة، أنا الوحيدة اللي فيهم اللي مش فاهمة أي حاجة عن الأحاسيس دي. كنت عايزة حد أكبر مني عشان أحس بسلطته عليا، في نفس الوقت يبقى بينفذ كلامي كله من غير ما يناقشني. لما كان بيسمع كلامي وهو أكبر مني بحس ان انا مبسوطة. كدبة صغيرة جابت كدبة كبيرة. لما كنت بخاف على نفسي ببقى عايزة اجي احكيلك، كنت بخاف منك حتى لما مبقتش عارفة بطت كده. كدبت وبوظت لك جوازتك لحد ما ماما وانكل حسن جم خدوني من شقته. عارفة احساس لما تبقي في نص البحر خلاص ما بقاش عندك طول، ولا عارفة تكملي ولا عارفة ترجعي، في نفس الوقت تسحبي لجوه اكتر عشان تبعد عني اوي. يا ماما انا مش عايزه اموت نفسي عشان خايفه منك او من اللي انت هتعمليه فيا. عايزه اموت نفسي عشان اخلص من بشعتي ووحشتي. انا وحشه قوي يا ماما، انا اذيت كل اللي حواليا، انا مستاهلش ان انا اعيش. مفيش اي مبرر للي انا عملته ولا لعدم وجود بابا. أنا غلطت، اسمعي، مفيش حد بيبقى شايف نفسه بالود واحدة ويبقى زعلان يا ليلى. أنا هقف جنبك وهنروح لدكتور نفسي وهنتكلم معايا وهنركز في مستقبلنا، وانا واخواتك هنفضل جنبك. اوكي دكتور ليه؟ عشان اللي قلتيه، عشان اختيارك للي اكبر منك واللي ما يشبه لكيش. عارفه الحاجات دي بتعمل ايه في البني ادمين؟ بتعمل ناديه اللي قدامك اللي مقسومه نصين تلخبطها. مكنتش تعرف تحب، ولما حبت واختارت معرفتش تكمل. انا ماليش غيركو. البنات قالوا انك وحشهم فقلت لازم اجيبهم واجيلك. ترحب بينا ولا نمشي؟ اتوحشتوني. حالك اكتر والله يا انكل. ازيك يا ليلى؟ ازي حضرتك؟ اخبار الدراسه ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. اتفضل اتفضل اقعد يا منى. بعد اذنك يا باشمهندس انا كنت عايزك في كلمتين على انفراد. طبعا. ولو تسمح عايز علي واروى معانا. اوكي اتفضلوا 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 يا بنات ترتاحوا اتفضلوا. بس العب تعالى نروح نلعب يا بنتي. مراد عايزك. انا اسفه. أنا للأسف ما عمري بحب إن أنت تضري. ربنا يخليك لي. أنت فينك كده بقالك كام يوم؟ ولا حاجة، مذاكرة وجامعة وبيت عادي يعني. قابلت يوسف؟ قابلته النهاردة. قال لك حاجة؟ عن الشغل وكده يعني. ما تيجوا تقعدوا معانا عشان نشوف بيقولوا ايه. يلا
اول ما ارو قالت لي انا قلت اجيب البنات واجي لك علشان نفكر مع بعض هنفرحهم ازاي. وبما اني ابو اروى فانا بطلب علي منك زي المثل ما بيقول اخطب لبنتك. الصراحه يا بابا انا عايز اقول لك بقالي فتره بس مش عارف يعني. مين قال لك ان انا ما اعرفش؟ وساكت ليه يا ابو علي؟ انا عارفه يا انكل ان موضوع ماما هو المشكله. انا قلت لبابا بس هو عنده وجهه نظر ثانيه. يا حبيبتي بما اني انا وانكل حسن موافقين فنادي اكيد مش هتعترض. عارف المشكله فين يا حسن؟ فين يا يحيى؟ فيك انت وناديه. انا استحاله هقف في طريق سعاده ابني مهما حصل. اه انا بحب ناديه وقفلت كل المساحات اللي ممكن تخلينا نتقابل بس هتصرف يعني. طالما علي واروى مبسوطين فده عندي بالدنيا واللي فيها. انا ممكن اكلم ناديه عادي جدا. ربنا يخليك ليا. خليكي ليا يا حبيبتي. انا اول مره احس ان انا بعمل حاجه مفيده ليكي في حياتي. ويا ريت تسامحيني على كل اللي فات. انت بقى عاوز تكبرني يا ابن اللذينه؟ انا عارف انك هتيجي على نفسك شويه عشان حبيبي ربنا يسعدكم يا رب. يا اولاد تعالوا. ما يكون اذا مميز ولا اختراع. يا اولاد انا لازم اقول لكم على الخبر السعيد. علي هيخطب اروى بنسبه 70%. طب وبقيت 30%؟ في ناديه بس خير ان شاء الله. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش. وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه. أروى! هند! هما فين؟ نادية؟ حسن؟ إيه ده؟ أنت بتعمل إيه هنا؟ أنت اللي بتعمل إيه هنا؟ ده بيت أختي. بيت أختك إزاي يعني؟ بيت زينب أختي. مش وقت تهريج يا حسن. أنا مش بهرج، جاي بيت زينب أختي، وأنا كنت بره في مشوار، كلمني علي قال لي في مصيبة تعالى جري. جيت جري ما لقيتش العربيه ولا العيال. انت بقى ايه اللي جابك هنا اصلا؟ هند عندها رحله مع الكليه بتاعتها، جيت وصلتها هي واخواتها، قالت لي يلا نقضي اليوم، الجي بي اس وصلنا هنا، نزلوا عشان يكلموا اصحاب هند ويجيبوا ميه ومش لاقياهم. بايلاتهم مقفوله؟ ايوه. اه يبقى العيال دي مرتبين حاجه مع بعض على فكره. مرتبين ايه؟ معرفش، ده اللي انا استنتجته. هما ازاي يعملوا كده؟ لا وطي صوتك بقى عشان اعرف انا اتصرف مع الموضوع ده ازاي. أنا عاوز أمشي. اتفضلي امشي. ما تتكلم كويس. أنا بتكلم كويس. هو أنت مفيش فايدة فيك أبداً؟ أنا ولا أنت؟ أنت. لا أنت. أنت ليه قدمت استقالتك؟ عشان عاوز أبعد عنك. براحتك. هو أنت عايزة إيه نادية؟ مش اتفقنا نبقى أصحاب؟ هو أصحاب يعني معناه إنك تقدم استقالتك؟ مش عاوزين نضحك على نفسنا يا نادية، إحنا مش هننفع نبقى أصحاب. ليه؟ عشان بحبك. مش قادر انساكي، مش قادر اتنيل انساكي، ولا قادر اتنيل ابطل تفكير فيكي، ولا قادر اتنيل اقرب لك. تتنيل؟ اه اتنيل. هو اللي انا فيه ده مش نيله؟ انا حبيتك اكتر ما حبيتيني، وانت سبتيني بمنتهى البساطه. مين قالك؟ اللي انت عملتيه هو اللي قال لي يا نادي. رغم جسارتك وعظمه اللي انت عملتيه في انك تاخدي قرار تبتدي حياتك من جديد وانت اللي قافله على نفسك العمر ده كله، بس عند اول ازمه يا ناديه طبيعتك غلبتك. انا مش بلومك، انا بس زعلان منك. زعلان منك قوي. احنا كنا حلوين قوي مع بعض يا ناديه. كان اي صوره لينا اللي يبص عليها هيلاقي حب ودفى وامان ملوش حدود. أنا حبيتك يا نادية مش حب رومانسي من كل الناس بتتجوز بيه دلوقتي ويعملوا طموحات عالية وفي الآخر تنتهي بفشل. أنا ما عملتش كده عشان عارف يعني إيه حب. حب يعني أحفظك وصونك، يبقى خيرك قبل خيري، وأفكر فينا إحنا الاتنين مش في نفسي وبس. ربنا سبحانه هو اللي كتب لنا اللقاء يا نادية والنصيب جمعنا.
وانا كنت طاير من الفرح لما ربنا بعتك ليا في الميعاد المظبوط. عشان تدابير ربنا ما فيش اعظم منها. خلصت كلامك؟ اه خلصت كلام، ممكن تمشي لو عايزه. انا همشي بس مستنيه البنات. طيب ما احنا محتاجين نفهم العيال كلها ان اللي بينا انتهى ومش هينفع نرجع تاني، بس نفهمهم بهدوء. ممكن؟ انا ما كنتش بحب الكلمه دي. كلمه ايه؟ ممكن. اشمعنى؟ كنت دايما بسال نفسي قبل ما اخد اي قرار، ممكن يا ناديه تعملي كده؟ ودايما ردي كان بيبقى لا مش ممكن. من وانا صغيره اتعودت ان رد ممكن لا مش ممكن، حتى في الحاجات العاديه اللي كان ممكن اقول عليها ممكن. بس انا ما عملتش معاك انت كده. اول لما عرفتك وانا قلت ممكن تسال نفسي يا ناديه بس انتي بطيئه قوي في قراراتك وحسن سريع في قراراته، تفتكري تنفعوا لبعض؟ كنت اقول ممكن. ولما خدت التجربه معاك ولقيت انها مش ممكن بعت ايا كانت بقى الاسباب، انا خارجه من حكايتنا وانا حابه ممكن اللي قلتها معاك. انت خلتني احبها يا حسن، ويمكن حبيتها اكتر لما بعدت. النهارده قلت لنفسي ممكن تسيبي نفسك تخلي البنات تضحك عليكي وتعملي نفسك مش واخده بالك انك رايحه تقابلي حسن، ولما تقابلي حسن ممكن تضحكي عليه وتمثلي انك مش عاوزاه مع انك مش عارفه تعيشي من غيره. حسن انا عشت معاك كل حاجه اتحرمت منها، فعلا حسيت معاك بالامان، فتفضل دلوقتي اطلب ايدي للجواز. ممكن؟ ممكن. خليني جنبك، خليني في حضن قلبك، خليني وسيبني أحلم، وسيبني وسيبني أحلم، سيبني وسيبني. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.